أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي طرح نحو 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر للاستثمار، من بينها منطقة رأس بناس. وفيما يتعلق بملف الكهرباء، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده لن تشهد انقطاعا للتيار مرة أخرى، وذلك بعد توفير 2.5 مليار دولار لضمان عدم انقطاعه. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري عن حدوث انفراجة بملف الأدوية، مشيرا إلى أن 90% من الأدوية تم توفيرها خلال الفترة الماضية. وأرجع مدبولي ذلك لاستثمار المليارات بالشركة القابضة للأدوية وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها، ما سمح لها بالعودة للعمل بأقصى طاقاتها الإنتاجية. احنا محددين من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، ودول إن شاء الله يعني بنستهدف إن يكون عندنا تنمية في هذه المناطق على غرار اللي اتعمل كمراكز كبيرة جدا تنموية، زي الصفقة اللي اتعملت في رأس الحكمة، أو إن احنا كان رؤيتنا إن يحصل فيهم تنمية متكاملة. وكل واحدة من ال5 مناطق دول هيبقى في قوام مدينة، فبالتالي احنا الحاجات دي كلها ان شاء الله هتطرح، لان الهدف كله ان الدولة المصرية تدخل في شراكات كبيرة وتجتذب استثمارات اجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جدا من الناحية السياحية والتنموية، وتبقى كل دي فرصة لجذب استثمارات وجذب فرص عمل، وتخلق حراك كبير جدا في الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية. احنا كنا شغالين على تأمين كل احتياجات الدولة عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء، وعشان كده النهاردة انا واقف قدامكم عشان اقول لحضراتكم واقول كل المصريين، لن نقطع الكهرباء مرة اخرى، لن يعود انقطاع الكهرباء مرة اخرى. الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت دي كنا عمالين ندبر الشحنات، مش عشان الصيف، ولكن عشان نؤمن الشحنات لضمان استمرار هذه الخدمة وعدم انقطاعها. أنا قمت الحقيقة بزيارة مهمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والحقيقة كان محور هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمار في مصر وفتح أفاق كبيرة جدا لزيادة الاستثمارات إن شاء الله السعودية في مصر. والحقيقة شرفت طبعا بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، ونقلت لي تحيات طبعا فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولسموه، وحرصنا على الكلام على حاجات مهمة جدا لتشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله. الشيء المهم ان احنا يعني تم الاعلان طبعا وزي ما حضراتكم تابعتوا ان احنا انهينا مسودة الاتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشترك. من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. رئيس الوزراء المصري تحدث لربما عن 3 نقاط هي الأبرز والأهم بالنسبة للمواطن المصري. أولا، نحو 2.5 مليار دولار لضمان عدم انقطاع الكهرباء، 90% من الأدوية تم توفيرها خلال الفترة الماضية، واستثمارات بالمليارات في مناطق جديدة. كيف نبدأ معك من مسألة الاستثمارات وجذبها؟ مسألة الاستثمارات موجودة في مصر في الفترة الأخيرة، لكن هناك مشكلة ويسأل الجميع في مصر كيف يمكن تفاديها، وهي مسألة الهوت ماني أو الأوراق المشتعلة والمعروفة في الشارع المصري بالهوت ماني. تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يمكن الحقيقه لو بنتكلم على بدايه من الهوت ماني والاموال الساخنه سواء من الاستثمارات الاجنبيه داخل منطقه الشرق الاوسط، واحنا شفنا يمكن وتكبتنا خسائر من الهوت ماني مع بدايه ازمه الروسيه الاوكرانيه ونزوح الهوت ماني من منطقه الشرق الاوسط وبالاخص مصر، يمكن احنا خرج من عندنا استثمارات كبيره جدا او نقدر نقول عليها الاموال
الساخنة اللي بتستثمر في أدوات الدين الحكومية بشكل سريع، يمكن تخرجها كان أضر بالاقتصاد المصري بشكل كبير جدا، ولكن عودة الهوت ماني مرة أخرى والاستثمارات الأجنبية، والحقيقة هنا الحكومة المصرية بتعمل على تلافي مثل هذه الأمور، وخاصة في حديث دولة رئيس الوزراء اليوم عن استثمارات مباشرة وليس استثمارات في هوت ماني وأدوات دين وأموال ساخنة سريعة الدخول وسريعة أيضا الخروج. بنتكلم على إنشاء مدن سياحية وساحلية كبيرة جدا على غرار رأس الحكمة. أعتقد أن مثل هذه الاستثمارات دي استثمارات مستدامة وبتعزز من الاستثمارات القوية للدولة المصرية. لو طيب شكل الاستثمارات أيضا، يعني شكل الاستثمارات الجديدة الآن المتوقعة، بيع مشروعات أم نتحدث بالفعل عن استثمارات حقيقية تدخل في التصنيع وبالتالي ما يجلب الدولار إلى مصر؟ لا، احنا بنتكلم على استثمارات حقيقية، ويمكن كلام دولة رئيس الوزراء عن استثمارات حقيقية واستثمارات مباشرة سواء في القطاع السياحي وأيضا في مصانع وشركات وبراندات عالمية تم توسعة خطوط إنتاجها وزيادة خطوط إنتاجها ومصانعها، تم الاتفاق على مثل هذه الأمور، أو اتساع الاستثمار ودخول مصنعين جدد وإزالة البيروقراطية اللي كان دائما بينادي بها الاستثمار الأجنبي والعربي داخل الاقتصاد المصري. فاحنا بنتكلم على استثمار حقيقي واستثمار مستدام في إقامة مصانع وخطوط إنتاج لماركات عالمية ومدن سياحية وساحلية جديدة. احنا بنتكلم على استثمار حقيقي يقدر يقيم مدن جديدة واستثمارات وزيادة نسب التشغيل وزيادة عجلة الإنتاج بشكل كبير. ما بنتكلمش هنا على الهوت ماني، وإن كان إن أيضا الهوت ماني حاليا في أفضل حالاته. احنا بنتكلم على دخول استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية موجودة، يمكن مع زيادة العائدات لأدوات الدين في أذون الخزانة المصرية وزيادة العائد، أعتقد عودة الأذون الخزانة مرة أخرى أو عودة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير جدا والهوت ماني بشكل كبير لما له من عائد كبير جدا وعوائد متميزة بشكل كبير. نعم. طيب مسألة الكهرباء وهي النقطة الثانية التي تحدث فيها رئيس الوزراء مدبولي، يعني مسألة الكهرباء وتوسيع المحطات الغازية، يعني أزمة الكهرباء هذا العام التي حدثت في الصيف الماضي كانت موجودة هذه المحطات، وتحدثوا في تلك الفترة عن الكميات كبيرة من الغاز المتوفرة، من أين جاء بالتأكيد بأن هذه الانقطاع لن تحدث مرة أخرى؟ يمكن فكرة عدم انقطاع الكهرباء فالنهاردة هي رسالة قبل ما تكون للمواطن المصري أو مواطن الشارع المصري، هي رسالة للمستثمرين الأجانب أو من يريد الاستثمار في الاقتصاد المصري وعملية الاستثمار. النهاردة دولة رئيس الوزراء بيتكلم على عدم انقطاع الكهرباء، فالنهاردة أنا لو أنا عاوز أجذب استثمار داخل الدولة فكان أهم شيء هو البنية التحتية، ومن أهمها طبعا عدم انقطاع الكهرباء وعدم تكبد المصانع لخسائر نظرا لانقطاع الشديد أو انقطاع لفترات طويلة للكهرباء، بالتأكيد طبعا مع التصريح النهاردة من قبل الحكومة المصرية اللي هو عدم العودة مرة أخرى لانقطاع الكهرباء. فهو النهاردة يمكن ضوء أخضر للمستثمرين والمصنعين اللي النهاردة عاوزين يخشوا في عمليات التصنيع، إن النهاردة إن خلاص أزمة الكهرباء خلاص تم حلها، تم تدبير أو توفير جزء كبير من الموازنة المصرية بتقدر ب 2.5 مليار لتوفير شحنات غاز لاستدامة أعمال الكهرباء وأعمال الصيانة للكهرباء لعدم انقطاعها مرة أخرى. أعتقد مثل هذا التصريح هو تصريح مهم جدا للمستثمر قبل أن يكون لمواطن الشارع العادي. نعم. طيب مسألة أزمة الدواء في
في مصر بشكل عام وتوفير 90%، هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء. يعني أيضا مسألة الأزمة الدوائية في مصر دائما ما تطرح تساؤل. من المعروف أن مصر لديها مصانع كبيرة ومعروف عنها بتوطين الدواء في البلاد والمحاولات السابقة من محاولة تصدير العديد من الأدوية. كيف تحصل هذه الأزمة في دولة لديها مصانع أدوية؟ هي المشكلة مش في المصانع ولا المشكلة في التصنيع، ولكن المشكلة الأكبر وهي عدم توفر العملة الصعبة أو عدم توفر الدولار لاستيراد المواد الخام لعملية التصنيع، لدخولها في عملية التصنيع. فمصانع كثيرة جدا توقفت عن العمل، أو بعض خطوط الإنتاج عندها توقفت عن العمل نظرا لعدم وجود الرو ماتيريال أو المواد الخام للتصنيع، نظرا لعدم توفر العملة الصعبة أو الدولار في الفترة السابقة. يمكن مش ما نقدر يعني مش مخفي على حد ان كان في أزمة اقتصادية كبيرة جدا قبل اتفاق صفقة رأس الحكمة، وكان في تقصير كبير جدا في العملة الصعبة والاستيراد بشكل كبير. يمكن النهاردة الحكومة بتعلن عن توافر 90% او رجوع مرة اخرى الأدوية مرة اخرى للأسواق، ونظرا ايضا لإعادة تسعير الأدوية بشكل كبير فتوفر الأدوية. اعتقد ان مشكلة الأدوية هتتحل في خلال اشهر قليلة، يمكن قبل نهاية العام أو قبل نهاية الربع الأخير من هذا العام هيكون مشكلة الأدوية اتحلت، نظرا لتوفر الآن العملة الصعبة أو توفر الدولار لاستيراد المواد الخام وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع بشكل كبير. مش بس الأدوية، أعتقد أن أمور كثيرة جدا هتتحسن في الاقتصاد المصري، وخاصة مع وجود وزارة استثمار وحرص الحكومة المصرية يوميا على فكرة الاستثمار ودخول استثمارات أجنبية وتوفر العملة الصعبة بشكل كبير أو الدولار في مصر هو المحرك الأساسي للمصانع بشكل كبير. نعم، شكرا جزيلا لك. من القاهرة محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية.